دينا كمان باقي معكم بصباح اليوم، وكمان دوما رح نحكي كل ما يتعلق بما يحدث بلبنان من كل النواحي والميادين. ومعنا بهذه الفقرة النائبة نجاة عون صليبة، كونها اختصاصية بدراسة الغلاف الجوي. صباح الخير. صباح النور لك ولك المشاهدين. أهلا وسهلا، يعطيكم ألف عافية. أهلين أهلين. وهيك لازم دل دايما منحب الحياة أكتر من كل شيء تاني. نعم، برأيك فينا نحب الحياة بهذا الوقت؟ ما عنا غير خيار، كل يوم بده تطلع الشمس بدنا نرجع نناضل ونحارب لندل نحن عايشين، وعايشين مثل ما نحن بدنا. هذا الإصرار وال... أكيد. نعم، بحد ذاته ثورة أصلاً. أكيد لازم نوعى بكرة ونقول كتر خير الله، ونعد كل الأشياء اللي حوالينا اللي الله نعم علينا فيها، ونقول هيدا الوطن لإلنا، وهيدا الوطن نحن منحبه، وهيدا الوطن ما رح نخليه، وما رح نعطي حدا شبر، مش سنتيمتر واحد ما حدا لازم أبدا منه. ولا خاصة ما بعرف إذا شفتي هالفيديوهات اللي هلأ عم تنزل من العدو الإسرائيلي حول المجتمع الإسرائيلي، كيف عم يتصهين أولاده على فكرة أنه في أراضي بلبنان هي إلن. عم تشوفيها ايه؟ قصص أطفال عم بيحكوا فيها على أنه هيدا الأرض إلنا وسنسترجعها يوم ما. فاللي عم تقولي أكيد منشان هيك برجع أكد ضروري، مش بس رد لإلن، نحن تشبثنا بالأرض مش من هلأ، نحن تاريخنا كله هيك، وما رح نقبل ما رح نقبل إنه ولا شبر من أرضنا تنعطى للعدو أو تنعطى لحيالله تاني. هني ما بيعرفوا اللبناني، كلنا سوا بدنا نحارب لهذا الشيء. أكيد على كل حال حضرتك نائبة، ولكن نحن هنا بصفتك مختصة بدراسة الغلاف الجوي، بدنا نعرف شو صار بلبنان، شو نزل صواريخ، شو نزل أسلحة، شو نزل أشياء ممنوعة، ولكن قبل عارفين لنا كيف يعني دراسة الغلاف الجوي، شو هالاختصاص؟ نحن بنرصد شو في ملوثات أو شو في أشياء عم تسبح بالجو، مثل هيدا اللي وراك كيف الغيوم الفضاء الخارجي. نعم، منشوف منعمل يعني عنا المعدات اللازمة لنرصد العينات ونعمل لهم تحاليل كيماوية. نعم، والحلو بهيدا الاختصاص ببين قدي الفضاء أو الجو هو مش ملك حدا، ملك الكل، وإذا بتعملي شغلة بتطلع بالجو هون ممكن تأثر على كل العالم. نعم، وعلى كل الكرة الأرضية. هيك بتعطيكي دايما هيدي الفكرة الشاملة كيف واحد يتطلع على الأشياء وقدي مدى تأثيرها، حتى نعم لو كانت من هون، يعني لو كانت مصدرها مطرح واحد تأثيرها بيكون على كل العالم. نعم، من هيك الواحد منه حر بالتصرف بالفضاء بالسماء بالهواء، منه حر بالتصرف فيه لأنه ممكن يأذي الآخرين، ممكن يأذي له كمان ويأذي له. أكيد اللي بيأذي الآخرين بيكون عم بيأذي حاله أصلا على كل الحالات. ستنا، نعرف أنه في صواريخ نزلت، في غارات قوية ارتكبت بحق اللبنانيين بالجنوب وببيروت بالضاحية الجنوبية، وسمعنا أنه في شيء محرم استعمل. خبرينا يعني هيك علميا إذا في هذا الشيء صح ولا بس كلام متداول. بالجنوب أصفوا كتير بالأنابل الفوسفورية. نعم، والأنابل الفوسفورية هي مأزية كتير للإنسان وللتربة وللمي. أوكي، هي منا محرم، يعني في جدال حواليها إذا لازم تكون محرمة بالمناطق المكتظة بالسكان ولا لا، بس بعد ما في شيء قاطع بيقول إنه هيدي الأنابل محرمة. أوكي، هلا ليه الأنابل الفوسفورية مأزية كتير؟ لأنه هيدا الفوسفور اللي بينزل أو بيترسب بالأرض أو إذا وقع على جسم الإنسان بيحرقه. يعني هو محرق لأنه مادة لزجة بتفوت بالجلد وبتحرق مطرحها. نعم، وفي بتحرق الأرض والنبات يعني؟ لا، ما بتحرق، بتحرق بتعمل حرائق، شفناهم بالجنوب. نعم، بيعملوا حرائق منها لأنه بتشتعل بطريقة نعم كتير قوية، بس من بعد الحريقة الترسبات اللي بتنزل بتعمل التربة أسيد أو المي أسيد، والإنسان إذا تنشأ ممكن تحرق الأعضاء الإنسان، يعني أعضاء الجسدية. سو منشان هيك الفوسفور كتير كتير مأذي. هلأ اللي صار متداول من تقريبا يومين ثلاثة لهلأ عم بيحكوا عن أنابل اليورانيوم المنضب. شو يعني يورانيوم منضب؟ اليورانيوم المنضب هو من رواسب اليورانيوم المخصب اللي هو عنده إشعاعات نووية كتير قوية. هيدا كان
استنتاج من بعض العلماء من بعض الكيميائيين بلبنان. ليه؟ لأنه هيدي الأنابل بتحتوي على اليورانيوم، واليورانيوم ثقيل جدا، أثقل من الرصاص، وقادرين الأنابل ينزلوا للطبقات السفلية يعني تحت الأرض. سو الاستنتاج كان أنه في depleted يورانيوم أو يورانيوم منضب. هلأ الفحوص الكيماوية والتحاليل بعد ما خلصت لحتى نأكد يعني ننفي أو نجزم هيدا. كيف بيعملوا الفحوص؟ يعني شو بيجيبوا؟ في جايكر كاونتر يعني شيء هيك بياخدوا يشوفوا إذا في مواد شعاعية عم تطلع بيصير يعلم هيدا. ياخدوا من الأرض؟ لا بيمشوا هيك وبيشوفوا إذا في شعاعات عم تطلع. لأنه اليورانيوم المنضب منه نووي قد اليورانيوم المخصب بس بيعطي شعاعات. هيدي المكنة عند الجيش وعند الطاقة الذرية لمجلس البحوث العلمية بلبنان. يعني هن هول المؤسستين عندهم هيدي الطريقه بدهم يعرفوا ودائما بيشتغلوا مع بعضهم. اوكي بلشوا نزلوا على الارض ليشوفوا ولا ما بيقدروا؟ هلا اول شيء انا تواصلت مع مديره المجلس البحوث العلميه وقالت لي انه هن على تواصل تام مع الجيش وعم بيرصدوا هيدا الاشياء. لما بيطلع تقرير من عندهم رسمي ساعتها بنبني على شيء مقتضى. لحد هلا كل اللي عم بينقال هو استنتاج ويمكن يكون بمحله، انا ما عم بقول لا صح ولا غلط. عم بقول انه على كل حال ما في شيء بعيد عن العدو الاسرائيلي بنكب أكيد. قنبله نوويه كمان لا واستعملوه 2006 صح؟ لا استعملوه قبل بحروب بالحرب الخليج استعمل بحرب يوغوسلافيا أمريكان كمان استعملوه وهلأ عم بيقولوا أنه عم بيبعتوه ليوكران يوكرانيا لحتى تكون عم بتحارب روسيا بطريقة أشرس. يعني الولايات المتحدة وإنجلترا اتنيناتهم عندهم هالنوع من القنابل وعم بيستعملوه واستعملوه هل عم نقول طيب. هل عم يبعت عم بيمولوا إسرائيل لحتى تستعملوا عنا ما في شيء بيبعد بس أنا عم أقول لحتى يكون عنا قضية نقدر نرفعها للأمم المتحدة نحن مضطرين ومجبورين أنه يكون عنا أدلة علمية وهيدا مننطر هول المؤسستين اللي حكينا عنهم اللي هن قادرين أنه يثبتوا هيدا الشيء لحتى نقدر نتوجه للأمم المتحدة ونقول نرفع دعوة على أساس أن الأمم المتحدة رح تعمل شيء. أنا ما بأمن فيها هيدا بين الليلين بس اللي بدي أقوله ما فينا نطلع من هيدا السيستم العالمي. أنا بعرف بس ما هلأ سقطت وخصوصا بقصة غزة كيف الناس تفرجت عليهم وهلأ عم بتفرجوا سقطت المفاهيم الإنسانية مظبوط للأسف وأرونا بأمي عيننا ازدواجية المعايير أكيد لا حقوق بدون. إنسان ولا بس هلأ السؤال أنا بنت جنوبية ضيعتي مشهورة بالتين والعنب والصبير بال 2006 والزيتون ذكرتينا والزيتون عديت لك الشيء اللي انا كثير بحبه الصبير والعنب والتين والزيتون. طيب بعد الحرب ال 2006 ست نجات كانه في شيء حرق الارض بدي اسالك شو هو اللي بطل عندنا لا تين ولا صبير والعنب العرايش احترقت زيتون بعد فيه بس مش كثير هو اللي بطل يطلع شو مفروض كان نزل إذا بتذكر بال 2006 لما حرقوا الأرض إيه هي التربة ممكن كتير تتأثر بهيدي النوع الكيماويات منشان هيك لازم تنفحص ويصير في طريقة لمعالجتها بتتعالج؟ إيه بتتعالج أوكي. لأنه الفوسفور لما بينزل على الأرض بيعمل شيء أسيد ممكن نحط له أشياء لتقدر تحلله لحتى تبقى تربة صالحة وقادرة أنه تعمل يعني تخلي الأشجار عايشة. هيدي بدها متابعة حسية كتير علمية لحتى نقدر ننقص مهندسي تربة يمكن ايه يمكن أو زراعة مهندسين تربة بتذكر سمعنا كتير بالقنابل العنقودية إذا بتتذكري كانوا عم بيرموا القنابل العنقودية بالأرض وتنظفوها بعدين الجيش هن وقت يفوتوا بس هن معقول هو اللي بيعملوا هيك بيأذوا كل شيء بيأذوا التراب بيأذوا المي يعني بيقصدوا إنه يفسدوا الأرض هن بيقصدوا هيدا الشيء وعندهم القدرة وعندهم هيدا القتل يعني عندهم النية بالأذى لحتى يفسدوا كل شيء وراهم. نعم برغم أن الأرض بحد ذاتها تقاوم. أنا بقول الأرض حتى بدون مقاومة هي تقاوم لأنه نحن من فيها تتحول فيها ايه نحن من التراب نحن من وين طبيعة الحال نحن جايين منهم ومن هاي الأرض الجنوبية اللي بتعرف توقف على إجريها نعم
فاذا لنرجع هيك نختصر، تفضلي. نختصر شوي انه نختصر، بس ما انا ما عم طمن العالم اقول انه هيدا الدخان منه مأذي. نعم هيدا الدخان مأذي لو شو ما كان، وخصوصا انه دائما بيكون في معادن عم تطلع بالهواء وقتها تنكب القنبله، يعني مش بس هي قصه يورانيوم او قصه فوسفور، كل المعادن اللي بيستعملوها بالذخائر هي مؤذيه للعالم. نعم. ضروري كل انسان حابب يروح يطلع بيته وفي ركام وغبار كتيرة يتوقع ويحط الماسك ويلبس اشياء طويلة لانه الجلد ممكن يتحسس، واهم شيء اهم شيء كلسات وبوت مسكر. يعني ما لازم ابدا الانسان يطلع اجرين بينين لانه دغري الجلد على الارض وبدعسته على الارض بيكون على احتكاك مباشر، والمشاية ما بتقدر تحمي. نعم. على احتكاك مباشر مع الغبار. نعم. ضروري يحمي اجرين، ضروري يعني ما بنلبس شورت. على فكرة نحن وعم نحكي عم نشوف اذا بتلاحظي على الشاشة كمان كمية التدمير. ايه. إن كان بالضاحية أو أظن بالضاحية هذه الصور أو بالجنوب، يعني تخيلي اللي عم تقولي إنه حدا هلأ يروح يلاقي بيته هيك يدعس، بده ينتبه، بده كتير ينتبه، راح البيت فما تخلي صحتك. ايه. تتأثر. مزبوط. باللي عم بصير. ما حدا ينزل لا بالشورت ولا مكشوف الإجرين. نعم. ويحطوا الماسك، والماسك N95 أفضل من الماسك العادي. ويلبسوا كم طويل لحتى يحموا إيديهم كمان. والعيون، العيون كتير بتتأثر بهيدا. نعم. الأشياء يحطوا عوينات شمس أو يحطوا هيدي العوينات اللي كنا نحن نعطيها للتلاميذ بسموها جوجلز أو شيء. ايه بخبي العين. نعم من نعم يحموا حالهم. هل ضروري إنه ينتبهوا؟ هيدا الأقل شيء ممكن نعمله. نعم. والناس اللي عم تلفن وعم تسألني كتير إنه اللي بعاد شوي شو بيعملوا، أهم شيء وقت يكون في غبار على البلاكين أو مرسبة ما حدا ينفخها أو يكنسها. ايه. يشطفوها بالمي. بالمي بالمي أفضل، دغري بتروح. طيب قبل ما أنهي ست نجاة عون صليبة، بدنا نحكي عن خبرتيني تحت الهواء إنك بتساعدي أو بجمعية ما بتساعدوا أهالي الجيش النازحين. نعم. خبرينا عن ذلك. نحن بالدمور في مدرستين رسمية، مدرسة المهنية استقبلت النازحين وعم بيهتموا فيهم، وفي مدرسة تانية مدرسة رسمية أخذها الجيش وحط فيها أهالي النازحين من الجيش. نحن عم نهتم بالكل، في مركز رعاية صحية أولية ويعطيهم العافية كل المراكز الصحية الأولية بكل لبنان، وعم بيودولنا أسامي الأشخاص أو أسامي المدرسة دارس اللي نحن مسؤولين عنها طبيا، من انه فحوصات لحتى كمان يهتموا بالادويه تبعهم يتابعون اذا بدهم هيدا. سو اهالي الجيش اللي موجودين بالدمور والمدرسه الثانيه كلهم عم بيجوا على المركز الرعايه الصحيه لحتى نهتم فيهم صحيا. وبنفس الوقت في نحن مسؤولين عن كل ساحل الشوف، يعني كمان الناس اللي موجوده بساحل الشوف فيهم يجوا لعنا. هلا أهالي الجيش عنا ضعف كتير عليهم، منشان هيك جمعية دموراس اللي هي أغلبيتها نساء عم بيعملوا ترويقة وغدا وعشاء لأهالي الجيش لمدة شهر، يعني هذي بيقدروا عم يتأمن لهم أكل يتطوعوا ويقدموا لهم كل شيء بيلزمهم من أكل، وحتى مبارح كان في جاتو عاملين لهم وعم بيهتموا بالولاد كمان. عظيم. إن شاء الله كل الناس ترجع عبيوتها بأسرع وقت ممكن يا رب. هيدا الشيء من واجباتنا، ونحن بالدمور تهجرنا ومنعرف شو يعني قيمة التهجير ومنعرف شو يعني نزوح، منشان هيك منقلهم لأهلنا بكل لبنان وخاصة بالجنوب، نحن مننزف سوا مننزح سوا ومنرجع سوا. نعم يا رب، الله يسمع منك ويعطيك ألف عافية على كل هذه الجهود، وطبعا على التفسيرات اللي فسرتي لنا إياها. شكرا. أهلا وسهلا فيك.